الشاهد الحادي عشر، الكلمة الباقية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية، وجعلها كلمة باقية، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. آيات مقتبس، آيات من سورة الزخرف. ومما قرأناه نعرف من أين انتزعنا العنوان. عندنا كلام. أولا في تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير يقول، ابن كثير يذكر الآية يقول: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة، والكلام الآن لابن كثير يقول: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته، أي جعلها دائمة في ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون، أي إليها. وقلنا هذا الكلام لابن كثير، التفت جيدا. إذن هل نحن من نقول؟ هذا ابن كثير، هذا من أئمة التيمية، من أئمة المارقة، من أئمة الدولة، من أئمة الخوارج. إذن لماذا لا تعترضون، أو لماذا لا يعلن اعتراضكم وأنتم تعترضون حتى على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يعرض؟ لماذا لا تصرحوا باعتراضكم على القرآن؟ لا نعلم مع من تتحدثون، مع أي خالق، بأي صورة، الله العالم. إذن لماذا لا تعترضون على القرآن؟ لماذا لا تعترضون على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا جعل هذه الكلمة الباقية في ذرية إبراهيم؟ هل هي قربة وعاطفة وواسطة كما يسمى، من أجل فلان أو أجل فلان، ولخاطر فلان أو لخاطر فلان؟ هل يعقل هذا؟ هل نتصور هذا؟ هل يحتمل هذا؟ يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا. إذن لماذا حدد، لماذا شخص هذه القضية في ذرية إبراهيم؟ لماذا أشار إلى ذرية إبراهيم؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا أن يشير، أن يوجه، أن ينبه إلى قضية خارجية، إلى قضية واقعية خارجية ستتحقق في ذرية إبراهيم، ليس في كل الذرية، لكن ستتحقق في ذرية إبراهيم. التفتوا جيدا. إذن الكلام إلى قضية خارجية، إلى تشخيص خارجي، كما قلنا في قضية الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين سلام الله عليه في حال الركوع. لماذا في حال الركوع؟ قلنا حتى لا يحصل خلط واشتباه، وحتى لا يكون التدليس سلسا ومرنا يستغله التيمية والمارقة والخوارج والنواصب. إذن قضية خارجية، هذا الذي تصدق في حال الركوع هو الولي، اختصت الولاية به. هنا أيضا يقال نفس الكلام في ذرية إبراهيم. الآن لماذا المهدي من أبناء فاطمة؟ لماذا من أبناء الحسين؟ لماذا من أبناء الحسن العسكري، أو من أبناء الحسن على الروايات الأخرى؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى. على الروايات الأخرى، لماذا من قريش؟ هل هي القضية
قبلية عشائرية مناطقية حتى تجعل القضية في قريش. إذن نفس الاعتراض الذي يسجل على قريش يسجل على غير قريش، ومن يسجل الاعتراض على أهل البيت، على ذرية النبي، على أبناء فاطمة، فمن النفاق ومن العداء لأهل البيت سلام الله عليهم أن يعترض هنا في هذا الباب ولا يعترض في قضية قريش أو في قضية المهاجرين أو في قضية الأنصار أو في قضية الصحابة. ما هو الفرق؟ لا يوجد قربة، لا يوجد خصوصية. التقييم على التقوى، على الإيمان، على العمل الصالح، على الهداية، على التقوى، على الاهتداء، على التقوى. هذا هو التقييم، ليس التقييم على حساب ابن فلان وبنت فلان وخال فلان وأم فلان وعشيرة فلان وقبيلة فلان وقوم فلان وأصحاب فلان وأخصاء فلان. ليس هذا المقياس. المقياس هو الدين، المقياس هي التقوى. نحن نقول بهذا، نحن نتمسك بهذا، هذا هو نهج القرآن. الآن لماذا الآن نأتي نقول لماذا خص أهل البيت سلام الله عليهم، لماذا خص أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ نقول لأن فيهم التقوى. هذه قضية خارجية، إشارة إلى أن الذي فيه التقوى هو هذا، إشارة إلى أن الذي سيكون منه المتقي الإمام، إمام المستضعفين، هو هذا البيت، هو هذا الخط، هي هذه العشيرة، هم هؤلاء القوم. إذن ليست القضية عنصرية وتعصب وطائفية. إذن نقول في تفسير ابن كثير يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة، وهي معنى الكلمة يقول هي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون، أي إليها. هذا تفسير ابن كثير. في تفسير الجلالين يقول وجعلها، في تفسير الجلالين يقول وجعلها، أي كلمة التوحيد. الآن يقول كلمة باقية في عقبه، أي ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله، لعلهم، أي أهل مكة، يرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم. هذا في تفسير الجلالين. إذن أيضا قال في ذريته، وطبعا من ذريته، من ذرية إبراهيم، محمد صلى الله على محمد وعلى محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ومن ذرية إبراهيم فاطمة وعلي، ومن ذرية إبراهيم الحسن والحسين، ومن ذرية إبراهيم المهدي عليه السلام. ثالثا في تفسير الطبري عن السدي، يقول السدي في تفسير الطبري عن السدي في عقبه، قال في عقب إبراهيم، في عقبه، في عقب إبراهيم، آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب أنه كان يقول العقب الولد وولد الولد. رابعا في تفسير القرطبي يقول فيه ثلاث مسائل، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وجعلها كلمة باقية، أي وجعل الله هذه الكلمة والمقالة باقية في عقبه، أي في عقب إبراهيم عليه السلام، وهم ولده وولد ولده، ولد أو ولد، وهم ولده وولد ولده، أي إنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله، وأوصى بعضهم بعضا في ذلك. لاحظ عبارة صريحة، أي إنهم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله وأوصى بعضهم بعضا في ذلك. يقول وجعلها كلمة باقية، هذا جعل تكويني، هذا جعل تشريعي تكويني، هذا جعل تكويني. التفت جيدا،
هذه البراءة عن عبادة غير الله من الجعل التكويني الذي جعله الله وحققه الله في ذرية إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا يأتي التيمية، يأتي المارقة، يأتي الخوارج، يأتي النواصب، يكفرون أبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخالفون الإرادة الإلهية والجعل الإلهي، ويكذبون الجعل الإلهي، ويتمردون على الله بأي إله وأي إله يتبعون. ذلك الشاب الأمرد القطط الجعد القطط، هل هو الذي أمرهم بمخالفة الله الواحد الأحد؟ يقول القرطبي أي أنهم توارث البراءة عن عبادة غير الله، وأوصى بعضهم بعضا في ذلك. وقال السدي هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عباس قوله في عقبه أي في خلقه